عريس كفر ساري الشرقية يضرب عروسته في فرحهم ويثير غضب أهلها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تفاصيل الواقعة انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لعريس كفر ساري بالشرقية يسحب العروس بعد وقوعها على الأرض وهو يعنفها في مشهد أثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل. وشن المتابعين هجوم عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد العريس بعد أن ظهر في مقطع فيديو انتشر خلال الساعات القليلة الماضية وهو يمسك بيد العروس الملقاها على الأرض ويجرها على الكوشة فيما ضربها شخص من أهلها العريس ردا لاعتبارها ليتحول الفرح إلى خناقة. وأشار المتابعين في التعليقات إلى أن الفرح حدث من أسبوع ووقعت الخناقة بسبب رأس العروسة في الفرح وهذا ما أثار غضب العريس ليعنفها بعد ذلك أمام جميع الحضور داخل قاعة الفرح. وبعدها سقطت على الأرض وحاول سحبها إلى الكوشة بشكل عنيف. وأثار الفيديو غضب واستياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجدوا أن هذا الأمر فيه إهانة للعروس وخاصة أن بعض أوضح في التعليقات أنه تم الصلح خلال الفرح وعادت العروسة مع عريس كفر صقر إلى مسكن الزوجية.